أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. كل شخص يدخل في هذه الحياة يحاول ألا يخطئ، يريد أن يتخذ القرارات الصائبة في مواقعها، من الطفل الذي يدخل المدرسة لأول مرة إلى التاجر الكبير إلى السياسي إلى جميع الناس. أهم ما يجب على الإنسان أن يهتم به أن يكون على الصواب في عمله، أن لا يخطئ. أنت حينما تجلس وراء المقود في السيارة، فإن أهم ما يخطر في بالك أن لا تخطئ، أن لا تصدم أحدا، وأن لا تعمل حادثة في الطرقات، وأن تمشي على الطريق الصحيح. هنالك في هذه الحياة صراط مستقيم وصراط غير مستقيمة. من يدخل الجامعة يريد أن ينجح فيها، يريد أن يتعلم، وحينما يتخرج دكتورا مثلا، طبيبا أو أي شيء، يحاول أن لا يخطئ في مهنته، وهذا أمر طبيعي جعل الله ذلك في ذات الإنسان، يبحث عن الصواب ويتجنب الخطأ. هذه الحياة لوجود طرق مختلفة أغلبها لا تؤدي إلى ما يبغي الإنسان في هذه الدنيا، تؤدي إلى الانحراف، لكن الصراط المستقيم هو صراط النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صراط واحد وطريق واحد يقود النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحياة الصائبة في الصراط المستقيم إلى ما فيه خير الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة معا. من هو النبي؟ كان لي صديق مسيحي في لبنان اسمه سليمان كتاني، كتب مجموعة من الكتب، وبدأها من الإمام علي سلام الله عليه، ثم فاطمة الزهراء، ثم الإمام الحسن، إلى أن انتهى إلى الإمام الجواد، ثم رحل إلى ربه. كتب كتابا عن النبي، وكتابه سماه محمد صلى الله عليه وآله شاطئ وسحاب. سألته: ما الذي تقصد من الشاطئ ومن السحاب؟ قال: أقصد أن النبي هو كل شيء، لأن الشاطئ أي سطح البحر هو الذي يصنع من البحر سحابا، والسحاب يصعد إلى الطبقات العليا، ثم ينزل السحاب في صورة المطر ويعود إلى الشاطئ. الكون كله يدور في نظره حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كلام صحيح. يجب علينا أن نحاول أن نقتدي برسول الله باعتباره أسوة لنا في هذه الحياة، أن نكون على الطريق الذي سلكه، أن نمشي بالاتجاه الذي مشى إليه. نفترض أن النبي أمامنا يمشي ونحن خلفه، إذا مال إلى اليمين نميل معه إلى اليمين، وإذا مال إلى الشمال نميل معه إلى الشمال. نمشي في الطريق الذي مجى فيه، ونهدف ما كان يستهدفه في حياته. النبي كان يبحث عن رضا الله عز وجل، جبار السماوات والأرض، لابد أن نبحث عن رضا الله ونعمل ما نكسب به رضاه. وقد بيّن الله عبر أنبيائه، وخاصة عبر نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وآله، بيّن ما الذي يرضى عنه وما الذي لا يرضى عنه، ما الذي يريد منا، ما الذي يريد بنا، إلى أين نمشي من هنا. نتبع النبي حتى نصل إلى ما كان يبتغيه، وهو رضا الله عز وجل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.